دائما وابدا بنحييكم وكل التحيه لكم وين ما انتم وين ما كنتوا، كل التحيه اكيد من اصل الحلو عنبتاوي. اصل الحلو اليوم اللي بيجمعنا كلياتنا في شهر رمضان الفضيل تحت عنوان واحد، حلويات العنبتاوي المميزه في طول كرم وفي قلقيليه وفي جنين وفي رام الله. اكيد دائما التميز اسمه عنبتاوي، فاصل الحلو عنبتاوي. اختاروا حلوياتكم بعد الافطار من عند العنبتاوي، ما راح تكونوا خسرانين. مشاهدينا نشوف الاجواء، نشوف الناس، نسال ومحلات العنبتاوي راح ناس تدخل السحب، بس كمان في فائزين، خليكم معنا. اصل الحلو عنبتاوي، ودائما عنبتاوي خياركم الافضل في رمضان وغير رمضان. اكيد مفاجات العنبتاوي في الشهر الفضيل مستمره حتى الوصول الى اخر هذا الشهر ومع العيد. من كلكم كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. كيف الحال؟ والله الحمد لله. عرفنا عن نفسك؟ ابو الصيف. ابو الصيف كيف وضعك؟ الله يسعدك الحمد لله. الله يخليك والله يسعدك. بتحب الحلو بعد الافطار؟ والله احنا جربنا العنبتاوي كمي ما شاء الله عليه. اكلات وطيبات وما شاء الله عليه، الله يرزقه بزياده من نعيمه. احلى احلى حلويات عند العنبتاوي. الله عليك. اجمل كنافي في طول كرم بس عند العنبتاوي. الله عليك. الله عليك ما شاء الله. يعني انت بتحب الكنافي؟ بحب كل الحلويات، النواشف كله كله وكل على كل. وين موجود العنبتاوي في طول كرم؟ في عنبتاوي في طول كرم عندي الله صلى على النبي مدرسه الوكاله، مقابل مدرسه الوكاله شارع نابلس، وفي عتين الشارع الرئيسي، موجود في قلقيلي، موجود في جنين، وموجود طيب ما شاء الله. اكيد الله يسعدك. طيب بدنا نعطيك سؤال بتجاوب عليه صح هتاخذ جائزه. تمام ان شاء الله. جاهز؟ يلا نشوف. يلا شوف شو سؤالك، ان شاء الله بيكون سهل علينا وعليك وبنتغلب مع بعض في الاجابه عليه. سؤالك بيقول كالتالي صديقي العزيز: ام محمد لديها اربعه اطفال، أسماء الأوائل منهم صبحي وصبيح وشادي، فما اسم الطفل الأخير؟ كمان مرة. أم محمد لديها أربعة أطفال، أسماء أو خمسة أطفال. إيش؟ آخر واحد محمد. محمد؟ هو أول واحد، آخر واحد محمد. متأكد؟ مقلوب يا. آه؟ هي أم محمد. آه يعني متأكد؟ أكيد. غلط ولا قايع؟ زي ما بدك. خلص زي ما بدك أنت بدر. حبيب الشعب الله يعزك. شو بدك؟ سلامة عمرك. ايش طلعت؟ ايش طلع اسم ابنها؟ محمد. محمد إجابة صحيحة، والف الف مبروك جائزتك الفورية من حلويات العنبتاوي. اكيد مبارك مظبوط كثير كثير. ام محمد هي ابنها محمد، لو كان اسماء اولادها الثانيين صبيح وصبحي و... صحيح. وكل عام وانت بخير. شو تقول حلويات العنبتاوي؟ كل الاحترام لهم، ان شاء الله الله برزقهم من زايد لزايد ان شاء الله. كل عام وانت بخير. مشاهدينا حلويات العنبتاوي ودائما اصل الحلو عنبتاوي. الله عليك، كيفك يا حبيبي؟ طب ما هو صاحبنا وكل جمعه بنروح عنده، اللهم صل على النبي. ولما واحد يعمل حفله ولا شيء بنروح كلنا عنده. طيب يا سيدي وش بلاش يعني ما ربحناش يعني ما ربحكيش. اللهم صل على سيدنا محمد، ربحان بدون السؤال. تفضل اسال. يلا طب نتعرف عليك. رفعت بدوي كريه كتاب الحاره الشماليه، فاعل خير. فاعل خير. اهلا يا رفعت، كيف هالشغل؟ والله الحمد لله. هاي الصبح بنستغل العمال، بنصلي على النبي في المعبر وبننظمهم، نكسب ساعة أجر فيهم، بعدين بنروح نشتغل وبنجيب كوت أولادنا، والحمد لله كل شيء داحي. الله يعطيك العافية، يعني مجرب العنب. العنبتاوي واحد منه احنا زلمة دائما عنده. يعني هسا عياد دعايته عنا يعني، وأنا بعمل له دعاية مرات. خليك. طيب مباشرة نروح على السؤال. يعني حكم البلاء هيك سؤال نغير معلومة، نجيب معلومة جديدة، ماشي؟ نبسط مع بعض، ماشي؟ يلا السؤال: ما الأكثر وزنا؟ ركز منيح. فيما يأتي: كيلو جرام من الريش أم كيلو جرام من الطوب؟ هاي ما سألت بنتي هبة أنو أذكى، الكيلو الحديد ولا كيلو الناعم؟ كان لك الحديد ما كله كيلو، الكيلو كيلو. حبيبي يعني الجواب من الآخر صح. بدك نكتب، بدك نكتب. في ضابط من الشرطة قاعد مشى عكس السير ولا بقول الإشارة هاي ما بعرف لهاش. قلت لو نحطها بكندا ولا بأمريكا ولا في عمان الكف كف. يعني بدك تغيره، وهي السؤال هذا اللي يقعد 100 سنة بضل هو السؤال. أوه بس إله زمان مش مبين. اللهم صل على النبي. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، والله يوفق الجميع إن شاء الله. دائما وأبدا كل عام وأنتم بألف خير، وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا دائما مع حلويات العنبتاوي. حلويات العنبتاوي أصل الحلو إيش يا صديقي؟ عنبتاوي. بلاش تفكير كثير، أصل الحلو حلو عنبتاوي. عنبتاوي. طب نتعرف عليك. علي عبد الله حسين بدوي. كيف أمورك؟ الحمد لله. الوضع كل شيء تمام؟ الحمد لله ماشي حاله. يلا تمام. جربت حلويات العنبتاوي؟ آه. شو أكثر شيء جربته عندهم؟
كل شيء يعني بنشتري بننوع احنا كل شيء عنده. انت شو بتحب انت على مستوى شخصي؟ الكنافي ولا فطير ولا؟ لا الكنافي. الكنافي يلا منيح كثير. كنافي بجبني؟ ايوه صحيح. مش كنافي بجوز يعني. اهلا وسهلا. طيب صديقي حياه عنب تاوي اكيد فطور كرم موجودين في شارع نابلس مقابل مدارس الوكاله عتير الشارع الرئيسي، وايضا موجودين في قلقيليه على شارع نابلس مدخل قلقيليه، وفي جنين كذلك شارع نابلس مدخل جنين، بالاضافه الى برج الساعه ودوار برج الساعه، وبالاخير كمان موجودين في رام الله. اهلا وسهلا فيك. طيب نعطيك سؤال يلا، ما هو الشيء الوحيد الذي تم تصنيفه تبعا للثدييات ولكنه يطير؟ شيء وحيد هو ثدييات، يعني هو مصنف عند العلماء ثدييات لكنه بطير. سهل ما هو. في طير ولا انا لا انت ولا انا بنحبه. ماشي هو بولد بس بطير، يعني ببيضش، الطيور كلها بتبيض الا هو بولد. بتعرفه؟ هذا بالليل بيطلع. طب خيارات يلا خيارات. هل هو طير، ركز معي منيح، هل هو طير الديك الرومي ام طير الطاووس ام طير الخفاش او الشوطوط اللي بنسميه؟ هذا شو اسمه الخفاش. خفاش؟ الشوطوط؟ لا يا زلمه هو خفاش. ايوه هذا طبعا ثدييات ولكنه بطير. صحيح لا هو عارف لحاله ثدييات ولا طيور. متأكد؟ طيب تمام ألف مبارك، دخلت معنا على السحب مع حلويات عنب تاوي. كل عام وانت بخير. وانت بخير مشاهدينا دائما وابدا، كل عام وانتم بألف خير. كل عام وانت بخير على خير. كيف حالك؟ الحمد لله. شو أصل الحلو؟ نعم أصل الحلو حلو عنب تاوي. عنب تاوي أصل الحلو إيش؟ عنب تاوي أكيد. عنب تاوي أهلا وسهلا فيك عبر شاشة التلفزيون السلام. برنامج أنا رمضان، جربت العنب تاوي؟ نعم. وين موجود بطول كريم؟ عند المعرض الذهبي مقابل مدارس الوكاله. اي نعم شارع نابلس مقابل مدارس الوكاله. طيب شركه ترست. اها اهلا وسهلا فيك. طيب صديقي العزيز، شو بتحب الحلويات؟ يعني اكثر شيء حبيته عند العنب تاوي من الحلويات؟ كل شيء والله زاكي. كل شيء زاكي؟ كل شيء زاكي عندهم اكيد، كل شيء متميز، سواء كنافه، فطير، كلاج، خدود الست، مدلوكة، اللي بدكم اياه، حلويات شرقيه وغربيه متميز. يلا روح للسؤال. تفضل بتجاوبوا صح حتاخذ جائزه. يلا سؤالنا لإلك، ركز فيه كثير منيح. ما هو الاسم الذي تم إطلاقه على السفينة التي غرقت عام 1912؟ ما هو الاسم الذي تم إطلاقه على السفينة التي غرقت عام 1912؟ مش خيارات. عملوها فيلم عطروا كل الشعب الفلسطيني. يلا يا فيلم. خيارات. طيب هل هي سفينة الحرية؟ سفينة الشيطان، تايتانيك. سفينة الشيطان. رقم ثلاث شو اسمها سفينة تايتانيك. متأكد؟ متأكد 100% سجد براسي ما بفكر. تايتانيك. احكيها بس. تايتانيك. يا ربي. طيب تمام؟ يعني جاهزة تايتانيك؟ يعني متأكد مش تطلع غلط؟ لا متأكد. شو فيها؟ سألوا خلص هو المهم انه عرف. طيب إجابة صحيحة راح تدخل معنا على السحب. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير مشاهدينا دائما وابدا، كل عام وانتم بخير، واكيد اجواء مميزة في شهر رمضان الفضيل. اصل الحلو عنب تاوي، واكيد حلويات عنب تاوي دائما معكم خلال هذا الشهر الفضيل. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. تعرف عليك؟ سليمان ابو حديد. اهلا وسهلا فيك، كيف امورك؟ الحمد لله رب العالمين. كل شيء تمام؟ ان شاء الله خير. يلا احنا اليوم مع حلويات عنب تاوي، اكيد بتعرفها. اكيد على شارع نابلس. على شارع نابلس مقابل مدرسة الوكالة، جربت من عندهم؟ خاصة في رمضان زي اكيد. حاليا لا، ان شاء الله بنجرب. يلا بدنا نشد حالنا ونجرب حلويات عنب تاوي. ان شاء الله. يعني رمضان اذا بيخلص وانت مش مجرب حلويات عنب تاوي بصراحة انا بعتبرك ما رمضنطش. رمضان مش بالحلو برضه كمان الحلو طقس من طقوس رمضان، ولا شو رايك؟ صحيح. اليوم جايبين لك ايهاب، اخونا ايهاب الددو يسالك السؤال. انا اليوم بتنازل عن السؤال لاخونا ايهاب الددو. ايهاب الضمير تنازل ايهاب الددو عن السؤال. تفضل اخونا. يسلم كثير وشكرا. شيء بتاكل فيه وما بتقدر تاكله؟ اعطيني خيارات. في معلكه وفي الشوكه وفي التم. المعلكه. ركز منيح، معلكه شوكه تم. تاكل فيه؟ تقدرش تاكله. التم. التم. ايوه. قلت لها
اجابتك صحيحه بس تعلم دائما التم بتاكل فيه ما بتقدر تاكل. ايهاب لازم نضمه لفريق برنامج اهلا رمضان، وشكرا لك يا ايهاب وكل عام وانتم بخير، واكيد انت دخلت معنا على الساعه وانت بخير. لهون نوصل لختام حلقتنا المميزه اليوم مع حلويات العنبتاوي، اصل حلو عنبتاوي، شفنا كيف الاجواء مميزه وشفنا قديش نحكي عن حلويات العنبتاوي. بالفعل دائما حلويات العنبتاوي عنوان وصداره لكل اكيد ايام شهر رمضان الفضيل، ولا تنسوا بنحضر لكم مفاجات عيد بس مش وقته راح نحكي لكم عنها. الى اللقاء.